بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بإذن الله سوف يكون موضوعنا اليوم في تقوية وتعزيز المفاهيم في المال، أو في موضوع المال في الإسلام، أيضا الورع والزهد، كذلك الابتلاء، وأيضا الصبر، وموضوع العلم ومصادر المعرفة. بداية، استخرج من النصوص الشرعية الآتية فضائل الصبر. بالنسبة للنص الأول، قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نستخرج من هذا النص فضيلة من فضائل الصبر، أجرهم بغير حساب. نعم، إذن أجر الصبر غير معلوم. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. نستخرج من النصين أيضا من فضائل الصبر. نعم، إذن معية الله مع الصابرين، وأيضا يحب الصابرين. إذن محبة الله سبحانه وتعالى للصابرين. الآية التي بعدها قال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هنا يوجد أيضا فضيلة من فضائل خير للصابرين. إذن أحسنتم، إنه خير الصبر خير لأصحابه. صل المعنى الشرعي أو الاصطلاحي بما يناسبه. عندما نعاني معاني شرعية ومعاني اصطلاحية، نريد أن نوصل كل معنى بما يناسبه. بداية، عندما نقول ترك ما لا ينفع في الآخرة، إذن هو الزهد شرعا. أحسنتم. أيضا، نعم، عندما نقول ترك ما يخاف ضرره في الآخرة، إذن نقصد به الورع اصطلاحا. نعم، أحسنتم. الصبر على أقدار الله المؤلمة شرعا هي حبس النفس عن الجزع والتسخر. أخيرا، أحسنتم، العقل اصطلاحا هي الملكة التي يجعلها الله في الإنسان، يدرك بها الحقائق ويميز فيها أو بين الأمور. هذه بالنسبة لما أخذناه في المعاني الاصطلاحية. أجب حسب ما هو محدد بين القوسين. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وضح حكمة من حكم الابتلاء موجودة في هذا الحديث. من حكم الابتلاء، نعم، فيها تكفير للسيئات ورفعة في الدرجات. رفعه الله بها درجة وأيضا حط عنه بها خطيئة. الوحي مصدر من مصادر المعرفة، وهو من أهم مصادر المعرفة. على ذلك، لماذا عد الوحي من أهم مصادر المعرفة؟ نعم، لأنه حق يقيني مطلق من عند الله. المقصد بالوحي اللي هو الكتاب والسنة، فهي من مصادر المعرفة، وهي تعتبر من أفضل أو أعلى أو أهم مصادر المعرفة. لماذا؟ لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وقطعي الثبوت، أي يقيني مطلق. قارن بين الصبر الواجب والمحرم والمباح. عندي صبر واجب، عندي صبر محرم، عندي صبر مباح. نريد مقارنة بينهما. هذا بالنسبة للحكم. هو ثلاثة أنواع الصبر الواجب، يعتبر ثلاث أنواع الصبر. أنواع الصبر ثلاثة، وتدخل ضمن الصبر الواجب اللي هي الصبر عن المحرمات بتركها، وكذلك الواجبات بفعلها، وأيضا على المصائب التي يقدرها الله. فهنا يصبر على أنواع الصبر، هذا يسمى صبر واجب. طيب، الصبر المحرم، هنا معنى الصبر الواجب أنه لابد أن يصبر، واجب عليه الصبر.
الصبر المحرم الصبر عن الطعام والشراب حتى الموت، والصبر على ما فيه هلاكه، كمثلا يدخل في مكان حريق وأيضا، أو كافر يريد قتله يتصدى له، وأيضا صبره على من أراده وأهله أو أهله بفاحشة، هنا هذا نسميه صبر محرم، يسمى صبر محرم. نرى الصبر المباح أحسنتم هو الصبر عن الأكل فترة لا يحصل بها ضرر، أو على البرد فترة لا يحصل له بها أذى، لكن إذا حصل بها أذى أو ضرر انتقلت من المباح إلى المحرم. املأ الفراغ بما يناسبه. من ضوابط الورع والزهد أن يكونا صادران عن الورع والزهد صادران عن ماذا؟ عندما الإنسان يتورع أو يزهد لابد، أحسنتم، إذن العلم حاصل بالأدلة الشرعية، لابد يكون مستند إلى أدلة شرعية. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند، نعم، إذن عند الصدمة الأولى. من آثار الكسب الخبيث على صاحبه، الكسب الخبيث اللي هو المحرم، فماذا ينتج عنه عندما يكون كسبه خبيث، أو الآثار التي تنتج عن ذلك؟ نعم، تؤدي إلى قسوة في القلب، قسوة في القلب، وكذلك أيضا منع إجابة الدعاء، تمنع إجابته لأنه أساسا كسبه خبيث. مثل بمثال واحد لما يأتي: صبر مستحب، ورع واجب، اكتساب المال عوضا لأمر محرم. نرى مثال الصبر المستحب، مثال الصبر المستحب ما هو؟ الصبر على مقابلة الجاني بمثل فعله، سبق وضحنا في حكم الصبر. ورع واجب، ورع واجب، التورع عن فعل المحرمات وترك الواجبات، اكتساب المال عوضا لأمر محرم، نعم، مثل ثمن الخمر والخنزير والمخدرات وغير ذلك من أثمان الأموال المحرمة. لإنفاق المال في الإسلام ضوابط، هات ثلاثا منها ضوابط إنفاق المال في الإسلام. هناك للإنفاق المال ضوابط لابد أن يلتزم بها الشخص: إنفاقه في الأمور المشروعة والمباحة، وتحريم إنفاقه في المحرمات، أيضا المحافظة على المال وعدم تضييع فيما لا نفع فيه في الدين ولا في الدنيا، الاعتدال في إنفاق المال وابتغاء أفضل السبل فيه. الصبر أنواع، اذكرها مع التمثيل لكل نوع. الصبر أنواع، عندي صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤمن المؤلمة. نريد تمثيل لكل نوع. صبر على طاعة الله، نعم، الصبر على أداء الصلوات الخمس، وأيضا بالنسبة للمعاصي هو منع النفس عن النظر إلى المحرم، وأيضا المال الحرام، وعلى أقدار الله الصبر على الفقر وعلى المرض. اذكر ثلاثا مما يلي فوائد الورع والزهد، أعطوني عدة فوائد لكن أريد ثلاثة فقط. نعم، عندما نقول القناعة في القلب وكبح جماح النفس عن الشهوات، فهذا قد سبحان الله، لأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة أو يخاف ضرره في الآخرة، فهذا من الورع والزهد. فعندما يقنع الإنسان في قلبه ويكبح جماح النفس، فهنا وصل إلى الورع والزهد. إدراك أن الدنيا مزرعة للآخرة، وما عند الله خير وأبقى، وأيضا الراحة والطمأنينة والسعادة في الدنيا، لأنه رضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما نقول قناعة في القلب، مباشرة القناعة
أيضا تؤدي إلى الراحة والطمأنينة والسعادة في الدنيا. من حكم الابتلاء تحقيق العبودية لله، وأيضا نريد غيرها. نعم أحسنتم، إدراك الإنسان ضعفه وحاجته لربه، وأيضا تخويف من الله وتحذيره لعباده من التمادي في التقصير في طاعته أو مقارفة معاصيه. فعندما الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى، أحيانا الله سبحانه وتعالى يخوف عبده حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يبتلي الله عباده بأنواع من الابتلاء. ما هو موقف المؤمن من هذا الابتلاء؟ المؤمن، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إذن موقف المؤمن من الابتلاء يوطن إيش؟ نفسه على ما يقضيه الله عليه في هذه الحياة الدنيا. فماذا يحصل؟ فيصبر أمر المؤمن، فيصبر على الضراء، ويشكر على السراء، ويطيع ربه في حالة الشدة والرخاء. الأمور هذه ماذا يحصل له؟ فيحصل له الخير في أي حال يكون عليها، في حال الضراء أم السراء، فكلها لها أجر فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر. برأيك ما علة هذه التسمية؟ لماذا كان النبي يسمي، أو نقول عندما قال هو شهر الصبر، لماذا؟ نعم، لأن الصيام يجمع أنواع الصبر الثلاثة. سبق وضحنا أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله، فهو فعل أو فعل ماذا؟ ما أمره الله به، وهو الصوم. وصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ بأنه ترك شهوته لله ونفسه تنازع، أو عفوا شهواته لله ونفسه تنازعه إليها، يريد لا يريدها لكن تركها لله سبحانه وتعالى، وصبر على ذلك. أيضا على أقدار، أو يصبر على أقدار الله المؤلمة، مثل الجوع والعطش، هذه تعتبر من الأقدار المؤلمة، الإنسان يحس فيها ألم وما إلى ذلك. فلذلك جمع الصبر أنواع الصبر الثلاثة، فكان يسمي النبي شهر الصيام بشهر الصبر. هناك من يغلو في شأن الحواس فيجعلها، الحواس تعتبر مصدر من مصادر المعرفة، فيجعلها المصدر الوحيد للمعرفة وما عاداها خرافة ووهم. كيف ترد على من زعم ذلك؟ كيف نرد عليهم برد؟ ما هو؟ نعم، عندما نقول أن هذه النظرة خاطئة. كيف تكون خاطئة؟ الحواس معروفة، اللي هي السمع إلى آخره، يعتريها ماذا؟ قصور، يعتريها قصور، وما يعرض عليها من الخطأ بين، لا أحد ينكر ذلك. يعني أحيانا يعرض عليها الخطأ والناس تراه، للشخص مثلا، فما في أحد يعترض على ذلك. فالحواس ما هي إلا أدوات يستعين بها مين؟ العقل. ولو جردت الإدراكات الحسية من حركة العقل لفقدت قيمتها. يعني الآن لو ما فيه مثلا يوجه مثلا نظرته، يوجه العقل، السمع يوجهه أحيانا العقل، لو سبحان الله غير موجود العقل لما كان هناك فائدة للحواس. أيضا العقل يعتريه القصور، العقل يعتريه أيضا القصور. فنقول أن المصدر الوحيد الأعلى والأهم كما ذكرنا هو الوحي، وهو الكتاب والسنة، وما عاداها تعتبر ماذا؟ كلها يعتريها النقص والقصور. دلت نصوص الشرع على أهمية العلم وفضله، استدل بدليل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية يدل على أهمية العلم وفضله. نرى، أعطوني. نعم، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعندما يرفع الله هذا أو أصحاب العلم درجات، فهذا له فضل عظيم وأهمية عظيمة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن العلم
عندما يتعلم الإنسان فهو طريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى ومرضات الله سبحانه وتعالى. وضح آداب الصبر، نرى نعم الرضا بالقضاء والقدر عندما يرضى الإنسان بما هذا، فمباشرة يبشر الله سبحانه وتعالى الصابرين برضا. أيضا سكون الجوارح وضبط النفس عند حدوث المصيبة، هذا لابد من أداب أو يتأدب بها الإنسان ولها أجر. لذلك معروف أن الصبر أجره بغير حساب، أن يكون الصبر عند أول حدوث المصيبة، كذلك استرجاع لا حول ولا قوة إلا بالله عنده، أو إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي. قال بعض السلف: الورع فراغ أشد منه في الذهب والفضة. هل الورع في الفتوى أم الورع في المنطق أم الورع في المشتبهات؟ أيهما أصح؟ عندما أقول الورع كما قاله السلف، نعم الورع في المنطق أو في الكلام، مقصد في الكلام. الصبر هل هو نصف الإيمان أم ثلث الإيمان أم كامل الإيمان؟ نصفه، نعم أحسنتم، إذن نصف الإيمان. مصدر من مصادر المعرفة هل هو العقل، القلم، الرسالة؟ نعم العقل. إذن هذا بالنسبة لما أخذناه أو بيناه أو وضحناه وقوينا فيه المعارف و نسميها المفاهيم التي تم دراستها سابقا. بإذن الله لنا أيضا لقاء في تكملة هذه الوحدة. نهاية هذه الحصة، أشكر الجميع على حسن الاستماع وحسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.